السادة والسيدات الحاضرين في هذه الدورة الثانية، وأعطي الكلمة لكتابكم الثلاث أعطاء الحاضر. سيد أحمد الروح غائب، سيد عسلام العيوني غائب، سيد محمد الحمامي حاضر، سيدة مريم الشاطر عيساوي حاضرة، سيد عزيز الصمادي غائب. أنا هذا الحاضرين هما 18، إذا نستغرق سامين فلا يمكننا أن نتداول الدورة. إذا استاذ الحضور الكريم، إذا الدورة لاحقا إن شاء الله لمن حضر، إذا نكون في الموعد ونحن في خدمة ساكنة مقاطعة المكان. ان مقطع الدوره كانت من المنتظر ديالنا على اساس غتكون الدوره، حيت الاخوان مستمرين على اساس عندهم ما بقاش نقاش خلافات سياسيه، ربما ولات خلافات شخصيه مدفوعه من طرف مجموعه ديال الاشخاص لاهداف معينه، اما للرضخ او للاستجابه للمطالب ديالهم. انا عندي توجه واحد، هو في اطار التحالف والرؤيه ديال المدينه والتعليمات اللي كتوجهنا في اطار استراتيجيه والبناء ديال المستقبل ديال المدينه. احنا في الدوره السابقه كنا عارفين على اساس حنا يجي نختلفوا، يمكن نختلفوا، وكان الميساجات ديالي واضحه والرؤيه ديالي واضحه، ان الخلافات دائما كندوبها سياسيا، حيت الخلاف السياسي ضروري غادي يكون كاين مجموعه ديال الحويجات اللي يمكن نختلفوا عليهم، ولكن كنجلسوا على مائده ديال الحوار وكنتناقشوا وكندوبوا ديك الخلافات بحال اللي وقع في المقاطعات كاملين. ولكن كتلاحظوا على اساس القوه والتوجه كامل ماشي المقاطعه بني مكاد، المقاطعه بني مكاد حنا كنشتغلوا الدوره اللي جايه ان شاء الله غادي يدوز وغادي يحضروا الاخوان، هادو اللي حضروا غادي ندوزوا الدوره، بغاو الاخوان يلتحقوا مرحبا، يدنا مدوده النقاش، الاستفاده من الخبره ديالهم او من افكارهم. ودائما الانسان الدور ديال الرئيس هو الدور ديالو هو تطبيق مقررات ديال المجلس. انا واعي ومقسانة على اساس دائما يجيو ويوضعوا القطار على السكه وانا امشي في التوجه ونطبق المقررات ديال المجلس. انا كنتواصل مع الناس اللي معايا في التحالف، حيت حين انا نهار اللي بنيت التحالف هذاك معارضه من حقها تمارس المعارضه، ما يمكنش. انا في الدوره اللي فاتت قلت لك واحد مجموعه الناس تخنقت مع المعارضه باش خلق واحد المجموعه اللي غتولي ضد الحمامي او ضد المسؤولين ديال المقاطعه اللي كيسيروا مقاطعه بني مكاده. هذا التصور ديالنا حنايا. حنا تواصلت كنتواصل مع الاحزاب المشكله التحالف ديال المقاطعه بني مكاده، حيت ما عندي ما نكذبش على شي ناس، غادي نجي ونقول لهم غادي نجي وغنعمل وغنفعل وغنترك وباش ندير، ما عندي ما ندير. انا عندي واحد التحالف اللي هو ثلاثي فيه الاغلبيه، وهذوك اللي معاهم كنتناقش مع المسؤولين الحزبيين ديال المدينه ديال طنجه.